كساكنه الدرب غلف ووليداتنا كيقراو في المدرسه الابتدائيه زير بنفزاويه كانت تفاجئوا بقرار ومكتوب على الباب ديال المؤسسه بان التلاميذ القسم الاول والثاني والثالث التحقوا بمؤسسه اخرى. بغينا نعرفوا بان هذا القرار علاش تبناه، بغينا نعرفوا علاش ما كاينش تواصل بين مدير المؤسسه والساكنه. احنا اليوم عندنا جمعيه الاباء كنتاسفوا بان رئيس جمعيه الاباء في الصباح كيقول لك ديميسيونا، استقل من المكتب ديالو. انا بغينا نقول السؤال، احنا كنوجهوه للنائبه وهذيك النائبه كانت معنا امراه ومراه كلمه في 2019 عطاتنا كلمه وعطاتنا قرار وردت لنا وليداتنا المؤسسه. اليوم انا كاين المشكل عندكم ديال التعليم ديال الاساتذه، فكوا مع بعضياتكم، راه كاينه وزاره وكاينه وزاره التعليم وكاين رئيس حكومه، ما يمكن لناش ولادنا هما اللي يخلصوا هذا المشكل، راه ولادنا ضحايا ديال التعليم العام، راه حنا كنعانيو في الصمت، راه المستوى ديالنا راه طاح حتى الارض، راه ما بقاوش عندنا مستويات، راه ما بقاش عندنا قرايه. اليوم لما كنتوش لكن عندكم هدف باش تحيدوا التعليم العام، قولوها لنا وخلينا حنا نشوفوا نمشوا ننتقلوا شي قرار خارج على هذه القاره. بغينا المدير دابا من الاخر، بغينا المدير. قال لك اسيدي مدرسه قايله للسقوط، جابوهم هنا. وانا الدري ما تيعرفش يقطع الشانطي وداك الشيء، ما تيخرج مع الوحده تيجي يتغدى عندي وتيبقى معايا حتى للجوج وتيرجع لمدرستو قريبه. ولكن قال لك ايله للسقوط، الا كانت ايله للسقوط اللهم يقرا هنا اخويا وليدات. ولا كان ايله للسقوط يجي هنا، ما كانتش ايله للسقوط يخليه المدرسه قريبه ليا. انا مصلحه هي الاولى، الا كانت غتريب على الدراري اللهم يتحولوا. وهذه الصراحه اخويا. الايه ديال السقوط ما فهمناش حنا، هذه الايه ديال السقوط من ليله ونهار، الصباح ما قالنا والو، عشيه الايه ديال السقوط. انتما شنو الصباح شنو وليداتكم؟ شنا وليداتنا عادي في العشيه تقول لك يتحولوا للساكنه، ما يمكنش. وشنو المشكل اللي ما يخليكمش تحولوا للساكنه؟ شنو المشكل؟ وكيفاش اخويا غنحولوا دغيا؟ الله صيبنا وريقاتنا وداك الشيء هنا، نعاودوا ثاني نبدلوا لهم الجو؟ ما يمكنش. هي تاع ما بغوش كاع يتحول، ولدي الصغير ما بغوش يتحول، ما كاين والو، كاينش اللي دوا معانا. كاينه جمعيه الاباء بعدا ولا؟ كاينه. ايوا كاينه، واللي ما دوا معانا ما والو.